بشرى الحريري يحط في البقاع الأوسط وزحلة. مصليا في سعد نايل وضيفا على مائدة مريم سكاف. جون بلوت يكشف شركة عقارية استملكت القاعدة البحرية للجيش. ووزير الدفاع ينفي. وفي النشرة نفايات المريج تعطل التعليم في ثانويتها. جينا هم ما قدرنا نتنفس، نزلنا برات المدرسة. أهلا بكم. بعد زيارته عاصمة الشمال طرابلس قبل أسبوعين، حتى الرئيس سعد الحريري اليوم في البقاع الأوسط وزحلة، حيث أدى صلاة الجمعة في جامع الإمام علي بن أبي طالب في سعد نايل وسط استقبال شعبي حاشد وإجراءات أمنية مشددة، ثم انتقل إلى فندق القادري في زحلة ملبيا دعوة رئيسة الكتلة الشعبية السيدة مريم سكاف إلى الغداء. وفي كلمة ترحيبية بالضيف توجهت سكاف إلى الحريري بالقول: بهمتك سنواجه الانتخابات البلدية. فرد الحريري بضرورة التوجه إلى مجلس النواب لإجراء الانتخابات الرئاسية أيضا. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول زيارة الرئيس الحريري إلى البقاع، معي مباشرة عبر الهاتف الزميلة حليمة طبيعة. حليمة، ماذا عن تفاصيل هذه الزيارة يعني منذ الوصول حتى الساعة؟ نعم كاتمين، بالفعل بدأت هذه الزيارة صباحا، حيث وصل الرئيس سعد الحريري إلى منطقة سعد نايل وأدى صلاة الجمعة هناك، ومن ثم انتقل وسط حشد شعبي طبعا وبحضور مفتي البقاع الشيخ خليل الميس، ومن ثم انتقل للقاء النائب إلي ماروني. وبعد لقاء إلي ماروني التقى النائب ثاني أبو خاطر، وهو اعتذر عن المجيء إلى مأدبة الغداء التي أقامتها السيدة مريم سكاف رئيسة الكتلة الشعبية في فندق القادري في زحلة. وبالتالي زار بعدما زار النائب طولي أبو خاطر وصل إلى فندق القادري وكانت له كلمة. بعد الكلمة التي أدتها السيدة سكاف شدد فيها على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، وقال أنه سيعيد ما قاله في البيان، هو ليس ضد وصول أي شخص إلى رئاسة الجمهورية، وهو سيرحب بوصول أي شخص إلى هائلة عبدة، ولكنه دعا إلى أن قال أن أكبر تخاذل سياسي هو عدم وجود رئيس سيب عبدة، ودعا المعطلين للانتخابات الرئاسية إلى النزول في الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس، وأكد أيضا أنه ليس ضد إجراء انتخابات بلدية. أيضا هذا كان موقف الرئيس سعد الحريري. وكانت هناك كلمة للسيدة مريم سكاف وفيها مطالب، جاء فيها الضغط، طلبت من الرئيس الحريري الضغط لإجراء انتخابات بلدية ولتخطي المركزية الإدارية بقوانين عصرية تحديدا في مدينة زحلة. وقالت أيضا السيدة سكاف أن الكتلة الشعبية هي مع أي خيار توافق للانتخاب رئيس للجمهورية، وقالت أن طريق بعبدة هي أقرب من أي عاصمة خارجية. في هذه الأثناء ما زال الغداء قائما على شرف الرئيس سعد الحريري في فندق القادري في زحلة، وهذه كانت الأجواء يعني حتى الساعة. نعم شكرا حليمة، ونحن سنستمع إلى أبرز التصريحات فور جهودها. النائب وليد جنبلاط يغرد في وجه قاعدة الجيش البحرية في بيروت ووزارة الدفاع ترد. كعادته غرد النائب وليد جنبلاط بأسلوبه التهكمي الهادف لإيصال رسائل إلى الأطراف الأخرى، إلا أن هذه المرة كانت بوسط تغريداته الجيش وقاعدته البحرية في بيروت قائلاً:
صدق الذي قال بأن السمك الكبير يأكل السمك الصغير، متحدثا عن صفقة تمت بين مسؤولين حكوميين وإحدى الشركات العقارية استملكت بموجبها قاعدة بحرية للجيش. وقال جنبلاط في سلسلة تغريدات عبر تويتر إنه وفق المعلومات الأولية فإن شركة عقارية معروفة استملكت القاعدة البحرية للجيش الملاصقة لمرفأ بيروت بموافقة وزير الدفاع سمير مقبل وغيره من كبار المسؤولين. وتابع: يبدو أن الجيش اللبناني لم يعد بحاجة إلى بحرية. وأضاف ساخرا: أو أنه أي الجيش يستحدث قاعدة بحرية متقدمة في عرسال. وأوضح رئيس اللقاء الديمقراطي أنه في خفايا الصفقة تعيين مدير مخابرات، في إشارة إلى العميد كاميل ظاهر تفوق خبرته خبرة الجاسوس الشهير كيم فيلبي، وهو مسؤول في الاستخبارات البريطانية جنده الروس لحسابهم. وتابع جملات بتهكم أنه لا شك بأن هذه العملية العقارية العسكرية الأمنية تصب حتما في محاربة داعش وإسرائيل، لافتا الانتباه إلى أنها خطة محكمة ومدروسة من كل الجوانب في القتال التصاعدي على جميع الجبهات. وأضاف جبلات ساخرا: حرصا على الأمن القومي، فقد اتخذوا إجراءات استثنائية لحماية أبطال هذه العملية حفاظا على سرياتهم ومصداقيتهم. تغريدات جنبلاط استدعت ردا من مكتب وزير الدفاع سمير مقبل الذي نفى موافقته على تملك شركة عقارية للقاعدة البحرية، موضحا أن وزارة الدفاع تؤكد افتقار الخبر إلى الصحة والأساس ومجافات الواقع والحقيقة، كما تشير إلى دعوة بهذا الشأن لدى المحكمة الابتدائية في بيروت منذ عام 2010. رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب رد بدوره على جملات متمنيا عليه التدقيق في معلوماته حول القاعدة البحرية وسائلا: هل يصدق عاقل أن وزير الدفاع قادر على بيع أملاك الوزارة؟ وقال عبر تغريدة على تويتر: وليد بيك يدرك أن الأملاك البحرية طارت نتيجة سياسة بعض الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الأشغال. وأضاف: على وليد بيك عدم الضرب في سوليدار كي يصيب في سبلين، وإذا كان هناك مشكلة مع شركة عقارية فليحلها بطرقه المعهودة مع الشركة. في ملف النفايات، لفت وزير الاتصالات بطرس حرب إلى عدم تمكن رئيس الحكومة تمام سلام من مواصلة التفرج على بعض الجهات التي تمتنع عن حل مشكلة النفايات والتي حولت البلد إلى مزبلة. وقال حرب في حديث إذاعي: نحن كوزراء لم نشكل الحكومة لتتحول النفايات إلى قضية تسقط دورنا الوطني بسبب تمنع بعض القوى السياسية عن تحمل مسؤولياتها وتعنت بعض الأفرقاء عن احتواء النفايات في أراضيهم. وأضاف: وصلنا إلى مرحلة لا يمكننا الاستمرار بها ونحن أمام استحقاق إما حل النفايات هذا الأسبوع أو أن نترك الحكومة. وشدد حرب على أن لا خيار آخر سوى تكليف الجيش والقوى الأمنية تطبيق خطة النفايات الأولى التي أقرها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الرئيس سلام لم يلوح بتعليق عمل مجلس الوزراء بل بحل الحكومة، وهو استخدم هذا السلاح بوجه من يتغنج علينا وعلى الشعب. أهلا بكم من جديد. مزبلة مشتعلة تزنر ثانوية المريج الليلة كالرسمية وتمنع استكمال الدروس. مسلسل النفايات المتراكمة في شوارع المدن والقرى لم يستثني المدارس والدور التعليمية، فطوق ثانوية المريج الليلة كالرسمية وزنرها بتلال من النفايات المشتعلة والتي أقدم مجهولون تحت جنح الظلام وأضرموا النيران فيها. الدخان الأسود ارتفع ووصل إلى ملعب المدرسة والصفوف التعليمية، مانعا الهيئة التعليمية والطلاب على حد سواء من متابعة الدروس. من يومين جينا الصبح على المدرسة كمان نفس القصة مثل اليوم، حريقة والعة عاملة غطيطة، ما حدا قادر يشوف التاني، ومعبية الصفوف والملعب والقاعات والمداخل كلها. لا قدروا الأساتذة طلعوا على الصف ولا قدروا التلاميذ تحملوا وقعدتهم بالملعب. اتصلنا بالبلدية والبلدية لبت الطلب، بعتت فريق يطفي الحريقة. مزبلة لا تعد ولا تحصى، مزبلة كانت جبل فيها دواليب وفيها شجر مشحل وفيها نفايات وفيها أساس بيوت مرمي، والسوكلين ما عم بتقيم بالشكل المطلوب. جينا هون ما قدرنا نتنفس، نزلنا برات المدرسة، كانت الريحة شي بيقرف، ورجعت ولعت أكتر وأكتر. حكينا مع إدارة سوينا ما قالوا لنا في الدخان كلياته على المدرسة، في ناس معهم أمراض وما فيهم يضلوا المدرسة كمان، لكن طلعنا
وبعد اللي ضل بالمدرسة كمان رجع بعد نص ساعة المدير قال لهم طلعوا لبرا كرمال اللي مش عم يقدر نتنفسوا على المدرسة. صرخة مدير هذه الثانوية وهؤلاء الطلاب ليست سوى نقطة في بحر السموم التي بات اللبنانيون يعيشون تحت رحمتها، وما على المسؤولين العاجزين عن إيجاد الحلول سوى التحرك قبل فوات الأوان. فريق من وزارة الصحة يكشف على نهر البردونة. بتوجيه من وزير الصحة وائل أبو فعور، قام فريق من وزارة الصحة برئاسة مسؤولة حملة سلامة الغذاء جويس حداد بجولة على مجرى نهر البردوني للكشف على مصادر التلوث في النهر. الجولة انطلقت من بلدة قاع الريم، حيث رافق الوفد رئيس البلدية شارحاً الأوضاع القائمة على النهر. بيا معنا نبع نضيف، مشكلتنا الأساسية بمياه الصرف الصحي لمنطقتين حزرتا وقاع الريم. بتبلش بالأول ممدودي بشكل صحيح مياه الصرف الصحي، وهون مثل ما شفتوا بيّن عنا هذا الرجار مفتوح لمسافة 600 متر نازل ديريكت على نهر البردونة. بعد ما حكينا أكيد مع رئيس بلدية قاع الريم تبين أنه في مشروع قائم، بس هنا بانتظار مجلس الأنماء والأعمار للإسراع فيه. جربنا نحكي بلدية زحلي، بلدية زحلي ما تجاوبت معنا وما ما عطونا إجابات شو المشكلة وين تكمن المشكلة وإذا عم يشتغلوا بحلول معينة. بس ما بيكفي بحث الخط الرئيسي، يمكن بيخلصوا بهاي الصيفية، ونحن عم نساعدهم بالتنازلات تنوسع مطرح ما هني عاملين الاستملاكات قديما كانت ضايقة. إذا خلصت هاي السنة معه وخلص معه الخط الرئيسي هاي السنة، بعد في مشروع تاني وعدينا فيه اللي هو الخط الرئيسي بقلب الضياع اللي مش قدرت البلديات تعملها نظرا الإمكانيات الشحيحة اللي عنا يعني كبلديات صغيرة. نتمنى يسرعوا فيه هذا كمان، ساعتها بينضف نهر خالص بصير بجاني مثل الدموع برجع. وأكد رئيس بلدية قاع الريم أن مشروع الصرف الصحي للبلدة قائم، ونحن بانتظار مجلس الإنماء والإعمار للبدء بتنفيذه. أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي أن الوزير ريفي تقدم بإخبار إلى المدعية الجنائية الدولية السيدة فاتو بن سودا طالبا التحقيق في قضية ميشيل سميحة التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية سندا للمادة 15 من نظام روما الخاص بالمحكمة. وعرض ريفي في كتابه لكل التفاصيل والحيثيات الأمنية والقانونية في هذا الملف مرفقة بالصور والوثائق والإثباتات. أهلا بكم من جديد. وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا يشددون على وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. اجتمع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا في باريس لتقييم وقف إطلاق النار المستمر منذ أسبوع في سوريا والجهود الدولية لإرسال معونات إنسانية إلى المناطق المحاصرة من البلاد. نسعى بجدية لاستئناف المحادثات السورية في جنيف للتوصل إلى حل سياسي، ويجب احترام اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا بشكل شامل ومن جميع الأطراف. Cessation of hostilities is by no means perfect. الوضع في سوريا الآن يشكل تقدما مقارنة بالسنوات الماضية. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعلن على هامش اجتماع لرباعية النورماندي ضم إلى روسيا فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن الهدنة في سوريا تحمل طابعا دائما ولا يوجد أي جدول زمني أو شروط مسبقة لها، مشددا على أن وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وتحريك العملية السياسية الشاملة لجميع الأطراف السورية يجب أن تجري بالتوازي. ولم يستبعد الوزير الروسي إجراء مباحثات مباشرة بين دمشق والمعارضة السورية أثناء الجولة الجديدة من المباحثات السورية. وفي سياق متصل التقى وزير الخارجية الفرنسي في مقر الخارجية في باريس نظيره السعودي عادل الجبير، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لفرنسا التي يقوم بها وفد سعودي يترأسه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن مباحثات الوزيرين ركزت على السلم والأمن في الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية لا سيما الأزمة السورية وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب. كان في النشرة الحريري يحط في البقاع الأوسط وزحلي. مصلياً في سعد نايل. وضيفاً على مائدة مريم سكاف.
جملاط يكشف شركة عقارية استملكت القاعدة البحرية للجيش ووزير الدفاع ينفي. وكان في النشر أيضا نفايات المريجي تعطل التعليم في ثانويتها. جينا هم ما قدرنا نتنفس نزلنا برات المدرسة. ختام النشر إلى اللقاء.